بسم الله. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وثبت أقدامنا عند لقاء أهل العدوان. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أي عابدة خالصة لله وبتول يعني نظيف بالتمام والكمال في مستوى الروح ومستوى الجسد والعلاقات بينها وبين ربي وبينها وبين الأكوان. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يصير تطلب بس ربي يحميها من أذى الشياطين اللي ملأوا كل الأكوان وكل كل الأوطان وكل ما في الزمن من سعة وضيق ولما شر. نسأل الله السلامة.